يعني اسمعي بالمعلم تعرض لواحد يعني واحد ايه زعما الله يحسن العوان يعني واحد الانتقادات اللي هذه عطات لها اسماعيل بن علم يعني في شيف هذه المباراه في تقريبا بدايه الموسم شارات العماده يعني كانت العديد من الانصار الفريق كانوا ضد من شارات العماده اسماعيل بن علم من بعد الاداء ديالو اللاعب دخل في واحد الدوامه اللي شاف فيها راسه بانه ما يقدرش يعطي شي حاجه لدابا الفريق الرجاء البيضاوي كان ليه اتصال مع سي محمود بودريقه طلب اللاعب بانه يعود مدينه الدار البيضاء طلب او جاري طلب بانه يغادر الفريق في الميركاتو الشتوي لكن كما كيقولوا المسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي بان بالمعلم ود الفريق ود الفرقه ما يمكنش نتخلوا عليه على قبل الغاضب طائش يعني طلبوا منه عطاو 15 يوم اسبوعين راحه قالوا له سير كما كنقولوا تكونسونطاو العائله ديالك الصغيره من بعد نشوفوا ونشوفوا القرار ديال العوده ديالك Radio Mars, la radio du sport et de la musique.